طيب علشان بس اروح معاك بس فنيا، اذا كان الاتحاد الافريقي قال كلمته بسبب الظروف الاستثنائيه هذا الموسم المباراه هتكون في ارض مصر زي ما اتقال قبل كده، نادي نهضه بركان مش هيكون عنده اي مشكله لانه في ظروف استثنائيه بتحصل زي ما بالظبط نهائي الكونفدراليه اتلعب على ارض مغربيه وكان في خصم مصري وكمان كان في نادي غيني، يعني كمان احنا بنتكلم على نص النهائي والنهائي كان في المغرب وما كانش فيه أي مشاكل أو أي اعتراض من جانب آخر أو من جانب مصري. لو الاتحاد الإفريقي قال كلمته أنه هيكون في مصر نادي نهضة بركان، هل هيكون عنده مشكلة ولا هيكون حاضر؟ لا، نادي نهضة بركان ليس له أي مشكل حول طيب. إقامة هذه البطولة في أي ملعب كان، سواء القاهرة أو بلد آخر محيط، فهو ملتزم بأية الالتزام تطبيق قانون ولوائح الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. تمام. نحن لا نعارض اللعب في على أراضي المصرية، بالعكس مصر هي البلد الثاني لنا، وكرة القدم تبقى كرة القدم من أجل المزيد من نسج روابط الأخوة والصداقة التي طبعاً الفريقين معا، وانتم دايما بتنورونا وبتشرفونا طبعا الفريق الاهلي. هذا اما الاقاويل، اما من يقول بان نهضه بركان سوف لن يلعب وهو يعارض، لا، هذا لا يعارض، بل هو يطبق، بل هو يراعي مصالحه الشخصيه وكذلك يراعي الاتفاقيات التي تبرم مؤسستي القاضيه مع باقي العالم. الان نحن امام وضع قانوني يلزم فريق الاهلي وفريق نهضه بركان الى حدود الان باللعب بالاراضي. فهمت حضرتك، فهمت حضرتك. اما في حاله اتفاق الاتحاد القطري والاتحاد الافريقي على فسق الاتفاقيه، فان القاعده سترجع قاعده العامه التي تنص على اقامه السوبر الافريقي في بلد الذي فاز بكأس الأبطال وهو الفريق الأهلي، ونحن لا نعارض اللعب في أي بلد، بل نحن متشبثون فقط بالإجراء المؤسساتي الذي تنص عليه الاتفاقية. ولعلمك سيدتي، فأنا اطلعت على الاتفاقية فلم ترد أي جملة تقول بأن يمكن لأي طرف من الأطراف إلغاء هذه الاتفاقية، بل إحدى البنود تقول بأنه ستجرى على 3 سنوات بالأراضي القطرية مهما كان الظرف. إذن هنا في هذه البند فهو يلغي الاستثناء الذي تتحدثين عنه سيدي. شكرا لحضرتك جدا استاذ كتابي حسين المتحدث الرسمي باسم نادي نهضه بركان. يعني الكلام منه انه لو كان الاتحاد الافريقي قال خلاص انه المباراه على ارض مصريه مش هيكون في اي احتجاج من جانب نهضه بركان، وان ده كله كلام بيشاع، ولكن هم شايفين ان هم لازم يبقوا ماشيين طبقا للقواعد او العقد المبرم، وان المباراه تكون في قطر او في الدوحه.